بنغلاديش هي واحدة من أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان، ذات أغلبية مسلمة، تقع في جنوب آسيا وتتسم بالوئام الطائفي، وهي أرض ذات جمال طبيعي لا مثيل له. وشيتاغونغ هي أشهر المواني وأهم المدن التجارية في البلاد، يحيط بها الجبال من جانب وخليج البنغال من جانب آخر. مدينة خلابة زاخرة بالخضرة والنضارة، ويعتبر أنها من أقدم المدن في جنوب آسيا. وإن الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ التي تعد كبرى الجامعات في البلد تقع بضواحي هذه المدينة، على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 60 فدانا من في منطقة كوميرا سيتاكوندو. بالإضافة إلى ذلك، فإنه تجري الآن عملية توسيع الحرم الجامعي وتنفيذ مشاريع مختلفة على 200 فدان أخرى من الأراضي. تم تشكيل أمانة الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ في أوائل التسعينيات، انطلاقا من الأخذ بالاعتبار الحاجة المليحة لإنشاء مؤسسة تعليمية خاصة لتوفير التعليم العالي لعدد هائل من أهالي شيتاغونغ والمناطق المحيطة بها. ففي أوائل التسعينيات عقدت عدة اجتماعات في مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بدكة وفي أماكن مختلفة، بما في ذلك بيت الشرف بشيتاغونغ، بهدف لإنشاء جامعة إسلامية في شيتاغونغ على غرار نموذج منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد شهد تلك الاجتماعات كل من الأستاذ الدكتور أبو الرضا محمد نظام الدين الندوي الرئيس الحالي لمجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور قاضي دين محمد، وغيرهما من الشخصيات البارزة. وهكذا تم إنشاء الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ في 11 فبراير عام 1995 من الميلاد، بالمبادرة من مجلس أمناء الجامعة وفق الموافقة الحكومية، مع التخطيطات والمجهودات المتضافرة وأيادي التعاون المستمرة الشاملة من قبل الشخصيات البارزة من داخل البلد وخارجها، حيث يدرس في هذه الجامعة الخاصة المرموقة أكثر من 12 ألف طالب وطالبة حالياً في كلياتها المختلفة. وعبر مسيرة 25 عاماً من التقدم والتطور، فقد وصلت الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ إلى مصاف جامعات القمم الخاصة الرائدة في الدولة، وذلك نتيجة للقرارات الحكيمة والخطوات المدروسة الجادة من قبل الشخصيات المعنيين بها. ومن أبرز أولئك الذين انضموا إلى مجلس أمانة الجامعة من دول مختلفة ومدوا أيديهم للتعاون والدعم، بالإضافة إلى من تعاونوا من داخل الدولة. معالي الدكتور عبد الله عمر نصيب نائب رئيس مجلس النواب السعودي آنذاك، وفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسماحة الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي، وفخامة الرئيس مأمون عبد القيوم رئيس جمهورية مالديف سابقا، ومعالي الشيخ يوسف جاسم الحجي وزير الكويت الأسبق، وسعادة السفير ناصر حمدان الزعابي رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي وسفير منظمة المؤتمر الإسلامي، ومعالي الدكتور عبد الله معتوق المعتوق وزير الأوقاف ومستشار الديوان الأميري السابق ورئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت، وسعادة الدكتور عادل عبد الله الفلاح وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. مع وضع الشعار الجمع بين الجودة والأخلاقية في الاعتبار، تساهم هذه الجامعة في نقل العلوم والمعارف للطلاب والطالبات تحت 6 كليات في 14 قسمة، ويتم فيها عملية التدريس للبنات مستقلة في المنطقة الأكاديمية الخاصة بالبنات. وبجانب الطلاب البنغلاديشيين يدرس في الجامعة عدد كبير من الطلاب الوافدين، وقد تخرج فيها أكثر من 300 طالب وطالبة وافد من بلاد الصين والهند والنيبال وسريلانكا والمالديف والصومال ونيجيريا وفلسطين وتركيا. لمواءمة معايير التعليم مع البيئة الدولية، تم توقيع مذكرة تفاهم مع 10 جامعات من دول مختلفة،
بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة العربية السعودية وماليزيا. إن الجامع المركزي للجامعة يحمل فناً معمارياً إسلامياً جذاباً، والقيم الدينية التي هي النقطة المحورية السائدة في جميع مباني هذه الجامعة. فالجامعة منذ نشأتها أصبحت مركزاً حيوياً من مراكز ممارسة القيم الإسلامية والمثل العليا. تمتلك الجامعة واحدة من أجمل وأكبر المكتبات في الدولة بمساحة 30,971 قدم مربع، وهي مخططة بشكل جيد للغاية. وتضم المكتبة المركزية القطرية ما يقارب من 1,000,000 كتاب تحت أكثر من 25,000 عنوان. ومن المعلوم أن التطوير التعليمي يحتاج إلى تطوير البنية التحتية، وانطلاقا من هذا قد اتخذت الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغو خطوات حثيثة من التنمية والتطور منذ أن تولى مجلس الأمناء الجديد للجامعة إدارتها. فتم تنفيذ العديد من الأعمال التنموية بما في ذلك إنشاء طرق جديدة وإصلاح الشوارع الداخلية وتوسيعها بالتعاون مع دائرة الطرق والشوارع العامة الحكومية، كما أن هناك العديد من المباني الأكاديمية. وكذلك يوجد في الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغو سكن لأكثر من 400 طالبة في المبنى الخاص بهن في بهدرهات بالمدينة. من المعلوم أن نظام المواصلات شرط أساسي للتنمية الشاملة، وبالتعاون المخلص مع الحكومة بدأ إنشاء محطة كوميرا للسكك الحديدية للمواصلة من وإلى الجامعة التي تقع على مسافة حوالي 22 كيلومترا من مدينة شيكاغو، والتي تعتبر إحدى الخطوات الرائدة في الوقت المناسب التي اتخذتها إدارة مجلس أمناء الجامعة الحالي. ومن أهم الميزات الرئيسية لهذا الحرم الجامعي هي بيئتها الساحرة الجذابة، حيث تم تسمية حرم الجامعة الإسلامية العالمية شيكاغو بالحرم الجامعي الأخضر من قبل فخامة رئيسة الوزراء شيخ حسينة. فامتناننا المتواضع وتقديرنا الخالص لجميع أولئك الذين ساعدونا بأفكارهم وتوجيهاتهم ونصائحهم وإرشاداتهم وأموالهم وجهودهم في وصولنا إلى هذه المرحلة في هذه المسيرة العظيمة المباركة.